مش اليوم جمعة؟ لا اليوم أحد. عن جد أحد؟ لا اسمعوا، عدوا انتم عطلة 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 شهر بمناسبة نصف وحيد القرن، لأن العطلة هذه تعدوا تمشي من هنا. هيا عن جد أحد؟ معقولة راقت لي يومين أنا؟ قني نحسان مويلة. أش يريد يسمون الحواشي اللي يبنوا فيه؟ مساكن رعوية. رعوية؟ يعني بسمينا نحن؟ لا رعوية رعوية. لا نقلت رعوية شرينا ومراجع وانت مش أويلة. نعم صح خرفي هذا باش تفهمه. وسلمين هنا قول لنا شيها تروشة. أسمعها هنا تقول دباخ 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 هنا بكره يبنوا الناحيشه ويديروا ضي وقطران نجيبوا بوسال فريان ونعيشوا في جونيا دباخ 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 بكره حيشان العوي يبنوهن للناجم لي تبقى عيشه ميامي لا حرجة لا فيه دواخ دباخ 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 بكره يا عوين ننسوا هم الطاول شي ما نبوا المطر الثقيل رضينا بحتى بخباخ دباخ 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 سمح الله يسلمك الله يسلمك سمحه والله قال راوي قال ابو سلمين على تلفزيون المسار رمضاننا محبه.